مع فقدان الأب والأم وحتى المعيل، لا تزال هذه الشفاه تحاول التمسك بالأمل الذي سلبه منهم الصراع الدائر بالبلاد. هنا وفي مدارس الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر، تأخذ منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية على عاتقها إعادة رسم البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال الأيتام، وقدمت هداياها من الإغاثة الإنسانية والقرآن الكريم لهم بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق. هذه الحملة 300 طفل يتيم، طالب يتيم في مدارس مدينة الموصل في الجانب الأيسر في مدينة الموصل، وكذلك سننتقل مرة أخرى إلى الجانب الأيمن لتوزيع الحملة الأخرى الإغاثية على 300 طالب من الطلبة الأيتام في مدارس مدينة الموصل في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. ويقول الكادر التدريسي في مدرسة ابن رشد للبنات بالجانب الأيسر بالموصل إن هذه الحملات التي تستهدف الطلبة الأيتام لها بالغ الأثر في الدعم النفسي لهم، بأن هناك من يفكر بهم. جزيل الشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل الخير، ونشكر باسمي وباسم المعلمات هيئة علماء المسلمين راجين التفضل، ويعني جزيل الشكر إلى هذه المنظمات الإنسانية، والتقدم والعمل الخير دائما مستمر مع هذه الهيئة ومع مدارسنا المتعففة خاصة. من جانبها تشير الكوادر التدريسية في مدارس الجانب الأيمن من الموصل إلى أن استمرار وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية لهؤلاء الأيتام ضرورة ماسة في ظل وجود أعداد كبيرة ممن فقدوا معيلهم جراء الحرب. المنظمة حيل متجاوبة ومتعاونة، ويعني قدموا مثل ما يقول اللي الكثير الكثير لطالباتنا العزيزات، وإن شاء الله نريد المزيد المزيد لأن الأعداد كبيرة، وما عدا الأيتام الفقراء موجودين في هذه المنطقة. وتكشف منظمة اليونيسف عن أرقام كبيرة لأعداد الأطفال في الموصل ممن فقدوا ذويهم أو انقطعت السبل بهم، وتحذر المنظمة الأممية من مستقبل مجهول ينتظرهم في حال استمرت الحكومة بإهمالهم وعدم إيجاد برامج تؤمن حمايتهم ودعمهم للوصول إلى بر الأمان.